السلام عليكم ورحمة الله. أجل فلوي، جريمة ولد القومي اللي راه محبوس في سجن القليعة قاعد يخلص في سياسة ديك تاع كل يوم يرمي روحو عند واحد تاع سياسة اللي تزوج يما وقلو بابا. هاد الجريدة رجعت لصناعتها القديمة، تاخذ الإملاءات من هاد المخابرات التعبانة، مخابرات اللي مؤخرا جنرال دروبي البوال شنقريحة اعترف بإفلاسها، صرح بإفلاس المخابرات لما يقول أنه المخزن جند العديد من المواطنين داخل الجزائر داخلين باش يضربوا يمسوا بسمعة الجزائر يعني وكثر. يعني خلاص فلست المخابرات، ولكن مازلت تملي على جريدة ولد الحرام ولد القومي، واللي زوجته راهي درك قاعدة تمارس واحد النشاط باش زعما تعاود ترد الجريدة، عاودوا ردوها واقيلا الورقية هذيك بعد ما توقفت، لأنه هما بيعرفوا ديما يطيحوا ديما يروحوا فرص يشيت وينبطحوا كذا يوليو يعفيو عليهم، يطلبوا العفو يطلبوا السماح. هذه سياسة ولد القومي. وطبعا احدى زوجاته الثلاث سعاد عزوز سبيسياليست، ولات هي سبيسياليست في هذه الخدمة، هذه تعلمت على راجل هذيك دايرية تمد عن نساء الاخرين مديت لهم حقهم. المهم افير بيناتهم الله لا يردهم. الجريدة هذه طلعتنا البارح في الموقع ديالها تقول الضابط الفار هشام عبود والعربي محمد زيتوت ورحماني محمد الياس أمام محكمة الجنايات قريبا في قضية جديدة. باب 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 باب. هاي دبر الأولى، هذا بنت الحرام اللي كاتبة هذا الموضوع مسكينة ما تعرفش تكتب، ما تعرفش معنى الكلمة. ما تقول ضابط فار، يعني هذا سان ديزيرتور هرب، تقول ضابط الفار هشام عبود هرب. وكم هم كثيرون الضباط اللي فروا ورفضوا، هذا في شرفهم، هذا يشرف كل ضابط فر من مؤسسة عسكرية قيادتها فاسدة، هذا يشرفهم. كم هم كثيرون اللي فروا، أما أنا ما فريتش، أنا خرجت بالدراع. واللي يكون فار اللي فر منا ما يروحش يدير جريدة في الجزائر نها 15 يوم بعد ما خرج من الجيش ويحبسوها له ويزيد واحد اخرى، ويحبسوها له ويزيد واحد اخرى، ويضرب معاهم ويتصارع معاهم ويظل في مش يجي على المحاكم اسمها بتهمة ابداء الرأي. دونك وزيد لما خرجت لفرنسا وعاودت وليت، فهمت، وعاودت وليت دير جريدتين موجودين، هذه واحد يكون فار ما يديرش هاك. دونك هذه بنت حرام مسكينه ما يقول لك باغ تكتب، ما تعرفش ما تخمم، تقول اتون هذا السيد هذا معروف دار جريدة يومون جورنال ويعرف تلفزيونات، وكان هذاك ولد القومي كان يشيت لي ولد القومي، سمعت لما درت انا مجلة في فرنسا كان يبعث لي تصاور، بعث لي قطار تاع الصور تاع الاخو وما انتبهتش بينا، عرض عليه يعني المونتاج تاع المجلة، عرض كان يشيت لي ولد القومي هذا. بون لا علينا هذه الأخر. المهم واش يقول هذا، يقول لك من المرتقب أن تشرع محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة منتصف شهر ديسمبر المقبل في محاكمة المتهم الفار الكاتب والصحفي والضابط هشام عبود، الكاتب والصحفي وضابط هذا ما عنده حتى معنى. أن يقول جميع من فرم الجيش هذا شيء يشرفه. قل إلى جانب متهمين آخرين متواجدين في حالة فرار، ناس كلها في حالة فرار،
أيضا ويتعلق الأمر بكل من العسكري السابق زيتوت محمد. زيتوت محمد عمره ما كان عسكري معروف عليه، والمدعو رحماني محمد إلياس وهو عسكري هار. هذا متقاعد، هذا على حسب ما نعرف، أنا ما نعرفوش السيد، نعرف لي ما نعرف. ومؤسس جبهة القوى الحية الجزائرية بالخارج. شوف ديجا من الأول يعطيك معلومات مغلوطة. زيتوت يردوه عسكري سابق ما فرش زيتوت، هو يرحم من عملياس هرب ويش عبود فر. من هنا خلاص الخبر تاعكم طاح في كيل الزيت، فقد مصداقيته. صافي للطفلة هذه راه يدير فيها بالعاني باش تكسر مصداقية الجريدة، مش من جريدة في دو شو. المهم تقول لك حسب المعطيات المتوفرة، هي عندهم معطيات متوفرة، فإن المتهمين الثلاث سيحاكمون غيابين. باش تحاكم فيها غيابين؟ مش راح تقضي تحاكمهم غيابين، مش راح تقضي. انا عندي زوج احكام غيابيه 7 سنين و10 سنين، واش قضاو بهم؟ اي واش قضاو بهم؟ تحكم عليا غيابين تبعثهم لا ما يستعرفوش بهم، لا انتربول ولا حتى دوله ما تستعرف باحكام القضاء الجزائري، يعرفوا قضاء ما عندوش مصداقيه. ماشي بون، شوفوا دابور التهم هذه، على هذه اللي نحكي. قل قبل سيحاكمون غيابين في حال لم يتم تسليمهم إلى السلطات الجزائرية قبل موعد المحاكمة الذي تم تحديده يوم 15 ديسمبر 2021. يعني طامعين فرنسا تجي هكذا تسلم هشام عبود وزيتو. زيتو تماهوش في فرنسا يا بغلود، وش بيكم؟ زيتو تماهوش في فرنسا، في بريطانيا. محمد الياس ما على باليش بلا في فرنسا ولا في بلجيكا، الله ما على بالي، انا ما نعرفوش على كل حال السيد، ولكن نسمع به. ولكن المهم السنه يتم تسليمنا، تحلموا الى واش؟ تشعلوا صبعتيكم الشمع ما تشوفوناش، ما كاش هذه يا تعالى. ايه يقول لكم علاش يتم يستناو تسليمنا؟ تنفيذا باوامر قبض دوليه اصدرتها الجهات القضائيه قبل اشهر قليله فقط. يعني الجهات القضائيه دارت اوامر بقبض دوليه. انا هذا التفهيم هذا اللي روحوا تاكدوا كيفاش هذا ديجا من قبل عندي زوج احكام عليا وداروا عليا 10 اوامر بالقبض الدوليه، 10 ماشي وحده ماشي زوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه، 10. فرنسا عمرهم ما جاو نهار قال يا ودي عليك موندا داري انترناسيونال، لانهم ما فضيشو. البلاد الوحيده اللي عملت بهذا الاخر ديالهم هي المغرب، لعدوتهم عدوتهم، يعني المغرب هو عدو العصابة، هو اللي وقفني، وقفني مرتين في المطار. واش نعرف الاولى بولينو لما يوقفك ماشي قال ديريكت، ماشي راه هذه ماهيش روح ولا يتصلوا بانتربول، قال انا نعرف، قال نو انتربول، قال نو سي روجوتي، ماهيش ما تعرف لانه واش دير، تبعت انتربول زعما تبعت الدول اللي نقدر انا نمشي لها، خمسين رجوتي ما كانش. وشنو المساس بأمن الدولة والمساس بالوحدة الوطنية والمساس هادي ما تمشيش في انتربول. يا جيت رايح خطرة ثانية كيف انا خارج من المغرب نفس الشيء عليك دا منا كاين اشكال واش كاين، قال لك موضة عيطوا لانتربول ليون كدا، قال ما كانش سي رجوتي ما استعرفوش، قال لك روح خلاص هايلي عطلوني ساعة ونص ودا منا بالقدر. انتوليكا الناس تعرفني يعرفوني، بصكم واش دايرين التهمة سانس لي بغالون يبهدلو بتزير، الناس تعود تضحك عليهم. نهار هذاك الشرطة المغربية ضحكوا عليهم حتى قالوا فيكس، لأنو التهمة واشني
الهجرة السرية. يعني يديروا لي موندا انتربول بيتهم الهجرة السرية، انتربول تيشوها ولكن المغاربة كي جات عندهم حكموها. واش جواز سفر جزائري هما عطينهولي، انا جزائري نمشي بجواز سفر جزائري بلا مزيد حتى حلوف داكور، ونديه بالدرع هاك ماشي يعيشك يرحم والديك والو، يعرفوا ديما ندي درع انا بون. وعندي كارت سيجور فرونسيز بطاقة إقامة فرنسية، لأني ما عندي جنسية فرنسية، أنا جزائري 100%. ألور واش لي وين راهي الهجرة السرية؟ قعدوا يضحكوا وقالوا لي هي نورمالمون ماشي بلادك اللي يدير لك التهمة هذه الهجرة السرية، هي البلاد اللي تروح لها سواء في المغرب كي جيت هنا للمغرب نديروا لك الهجرة السرية. أنا واش قعدت سمانة، رحت سمانة نشوف حبابي وصحابي ونبدل الجو. لا وإلا فرنسا يديروا لي هجرة سرية، أنا عندي كارت سيجور شنو هجرة سرية هادي. دونك هادي بطاقات الإيداع ديال أوامر القرض الدولية شمخوها وشربوا معها، أحمد ديك الورقة هاديك حطها في كاس ما وشرب فوالا. أم بعد يقولك وحسب مصادر النهار، يعني كلي النهار اللي عندها مصادر، قالوا حسب إملاءات المخابرات الفاشلة المفلسة سمعت نسبت إلى المعنيين الثلاث تهما تتعلق، أسمع هاي التهم، تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة لوردر بيبليك لا سيكيورتي ناسيونال. واش درنا هذه النظام العام وأمن الدولة؟ أبرزها جناية المساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش. أروح هنا اللي هو متهم بإضعاف معنويات الجيش في وقت السلم هو جنرال دروبي وجماعته اللي راهم يرميه في الضباط، جميع من يخرجوا الثلاث يرموه للحبس، جميع من يخرجوا الثلاث يرموه للحبس، تهمته واحد يتهمه بالفساد، واحد يتهمه بالجوساسة، العمل الخارجي، مدير الأمن الخارجي، ولا ذوك الجيش كان خايفين، ولا ما بين منصب مسؤولية في الجيش وباب الحبس خطوة واحدة. شكون اللي مس في معنويات الجيش؟ شكون اللي مس معنويات الجيش لما شهد الفاسدين السراقين؟ ها؟ أنا ندافع الجيش لأني أنا ابن المؤسسة العسكرية، خدمت مولاي 20 سنة، خدمتها بتفاني وندافع عليها إلى يومنا هذا ضد ولاد الحرام اللي وسخوا المؤسسة العسكرية بالفساد ديالهم، بالبطش ديالهم، وبالظلم ديالهم ضد الشعب. هادي دونك هادو يروحوا. التهمة الثانية واشني؟ قال لك المساس بسلامة ووحدة الوطن. شكون مس بسلامة ووحدة الوطن؟ ولاد الحرام ولا أنا اللي ينظم انتخابات تقاطعها منطقة كاملة، منطقة قبائل تقاطع هذه الانتخابات الرئاسية التشريعية راح يروحوا للمحلية. شكون اللي ينظم في الانتخابات ويبين للعالم انه جزء كبير من الشعب الجزائري ما عندوش علاقة بما يحصل في الجزائر من انتخابات وغيرها؟ ها المساس بالوحدة الوطنية هكذا. احنا قري لا شفتني درت حركة باش نعلن جمهورية ديالي ولا كش ما نقسم كاش ما صبت جيب من كلام فارغ تافه على هذه الناس ما عادتش تصدقهم. الوغ زيد جنحت عرض منشورات على الجمهور بغرض الدعاية والتي من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية. المنشورات اللي عرضتها أنا هي مذكرات المجرم خالد نزار بين يعترف باللي دخل مدرسة ولاد القولون، يعترف باللي رضع البزول تاع فرنسا هو 12 سنة في عمره في مدرسة لي زونفون دو تروب
وين ترباو ولاد الجيش الفرنسي، وين يعترف باللي ما حبش التحق بالثوره لما جاو بني عمو قال روح التحق معنا، وين يعترف باللي استفاد من البروموسيون لاكوس. هذه المنشورات. ثاني منشورات اخرى هي عرضت الوثائق اللي تثبت انه اسس شركات وهميه باش يهرب الاموال للخارج، وهرب الاموال ونشرت وثائق تثبت انه شرى في الخارج العقار 6000 متر مربع في تيراغونا في اسبانيا، وبارتمان 98 متر مربع في برشلونه. هذه تمس بالجيش يا ولاد الحرام، الله يهدي عليكم ويخزي لكم. زيد جنحة التحريض على التجمهر، وي بيان سور، قولوا يا شعب خرج، الشعب خرج، الشعب خرج، نشجعوه طبعا، ولا بد من الشعب يخرج باش يطردكم، لانه الشعب لما خرج كسر النص تاع العصابه، مازال النص الاخر اللي مشكله من ازلام العصابه وغلمانها لازم يزيد يطيح، وين نزيد نحرضه ونزيد نحرضه، واش كاين؟ خي وجه الاخر سبحان الله. ايه قال لك جنحة التحرير، جنحة إهانة هيئة نظامية. شكون الهيئة النظامية هذه؟ الجيش، الجيش هذا كما قلت ندافعوا عليه، ولكن شي نهين برك، نهين ونعفس فيه هذه القيادة الفاسدة، نهين ونعفسها، نهينها ونعفسها. ولما نقولوا للشنقري حياة بوال بوال تاع الصح، ولما نقول انه هذا جنرال دروبي صح جنرال دروبي، وتشكل بمديكوتي بوردوغ بمديكوتي، ايه هذه اهانه، نهين ونزيد نهين، وهو واللي معاه، لانهم اهانوا الشعب الجزائري، خلاو الجزائري ما يقدرش يرفع راسه في الخارج. لما نشوف 1700 مواطن نساء رجال ذري صغار شيوخ حارقين، نحشم نحشم، كان الشعب في حرق قد الشعب الجزائري، حرق قد الشعب الجزائري، هاربين من الجنة، جنة بلادنا جنة. إذا هادو اللي أهانوا هاد الشعب الجزائري نهينهم ونزيد نهينهم ونعفس عليهم. أي زيد واش عندكم؟ دونك الإهانة وي نهينهم ونزيد، على بالي تقيسهم، على بالي تقيسهم. جنحة إهانة قاضي وموظف عمومي، كاين قضاة تصير قضاء التليفون سموم. الو نهين كل قاضي جزائري يخدم بالتليفون ونلعنو ونخزيه ونلعنو والديه ووالدين والديه، داكور زيدوها في الملف. موظف عمومي، شكون الموظف؟ كل موظف عمومي يخدم عند العصابه ويعمل باوامر العصابه، الله يلعنو ويخزيه ونهينو ونزيد نهينو ونعفس فيه. زيد أبناء تأدية مهامه وجنحة إهانة رئيس الجمهورية، واش كاين رئيس الجمهورية في الجزائر؟ كاين رخيص الجمهورية، تبون رخيص ماهوش رئيس، تبون طرطور المرادية، نهار اللي عود عند قادر يطلع سروالو بلا ما يطلب الإذن من عند شنقريحة ولا من عند الشوفير تاع شنقريحة، ذاك الوقت قولوا له رئيس. عمره ما كان رئيس تبون، اللي مقيود ما يقيد، يشد المقذف، قال الحاج محمد العنقا، سمع اللي هذا حياته كان هو مقيود. واحد اللي رومبي، شوفوا مانيش نكذب عليه، هاني كي رومبا انا اهنته هو اهان نفسه. وانا نذكر الشعب ونقول لهم ان البوه الجزائريه والجزائريه اللي يقبل يكون على راس الجزائر العظمى، جزائر الثورة، جزائر 54، جزائر الشهداء، يكون على راسها واحد رخيص كما هذا تبون يحبو قدام شيخ زاوية. أنا هذه ما تسماش إهانة لرئيس الجمهورية، هذا تسمى فضح رخيص مزور جابوه العسكر. أيوا وهذا زيدو، هذه هي الحكاية. أنا ربو الباقي وقرر ف
فحسب ما صار النهار وتأتي برمجة محاكمة المتهمين سلب ذكرهم أعلى في أعقاب مذكرات توقيف دولية أصدرتها نيابة محكمة بومرداس بتاريخ 22 مارس 21 بعد إصدار أمر إيداع ضد المتهم الموقوف منصوري أحمد في قضية جناية خطيرة. شكون منصوري أحمد؟ واش دخلني في هذا؟ ومن بعد محكم بيوراد رئيس يقول لك اه ومحاكمة في دار البيضاء. واش علاش دار البيضاء والخدمة مورا الخلوطة تاعهم شبيهم؟ من جهة المحاكمة راح تنقل في دار البيضاء، واللي يقول لك محكمة بيوراد رئيس هي اللي دارت هذا الموضة داري. قلت على قضية المسمى ميم أحمد، يا أخي قلت منصوري، وعلى وديته بعد ميم، منصوري أحمد، شكون الذي كان يستعمل وثائق مزورة تمكن على أساسها من استخراج وثائق هوية ووثائق للسفر مع شركات تجارية؟ راح تخرف على روحك يا أخي وجهد الثلي يا أخي. قال لك ومن بعد تبين أنه من مديري هذا التخطيط مدبرة تخطيط المتهم الفار المدعو زيتوت محمد، هذا اللي كان عسكري السابق ذاك المتهم فار محمد عربي زيتوت الذي اثبت التحريات والتحقيقات صحة التقائه بالمدعو من يروح يلتقي وما يلتقيش ربي سهل عليهم. مرات شوفوا اليوم الجزائر بسبب هذه العصابة الناتنة المجرمة راهي معزولة دوليا، معزولة عصابة اللي تعتمد على جريدة كيما هاك اللي كانت. شوفوا كيفاش ها الجريدة هادية الفيدشو هادي اسمعت كانت دايرة برنامج قدس خض التبون، واليوم يعتمد عليها لأنه ماهوش تبون. يا راه تبون كان يعرف بلي دخل ولد القومي للحبس ودخلوا الحبس، ومازال القضايا الاخرين تاعو دخل غير على التسجيل تاع مكالمه وبثها مع الكولونيل اسماعيل، ولكن الباقي وين راح؟ ايه الاختلاسات تهريب الاموال وتبييض الاموال ذا وين راحوا؟ نستناو لا سويت. المهم تشيتو ما تشيتوش يا صحف العار ولد القومي يرجع في الحبس وخيك ديما حر، ديما حر 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 ما تقدروش تجنها. وانا ان هنا ما شيتش توم مارغري رغم انه مول شي في الحبس يشيتو، انا حر وما شيتش ونهينهم ونسبهم ونشتنهم ونفضحهم ويدزوا معاه. وربي يقدر خير بلادنا وربي يبعد عليها ولاد الحرام منهم هاد الحراميه الغلمان تاع ولاد الحرام هادو الديشي تاع ولاد الحرام هادو تاع الدهار وهاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.